السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من دار وديكور. عمل هذه الحلقة غادي يكون على صالون وسيجون. غادي نقدم لكم حلول لاستغلال صالونكم بشكل فني وتقني ونصائح متعددة على لسان مختصين. مع السلمة غادي تحسنوا مظهر واحد من فضاءاتكم، ومع مهدي فلاتولي غادي نصوبوا اون طابلة مونجي، وغادي تتعرفوا على فنان شاب اختار منحة متميز. تابعونا. محظوظة حلقة هذا الأسبوع هي حياة، واللي غادي نعاودوا لها شكل صالونها اللي ما عجبهاش. عندي مشكل السدادة تقالين كيعذبوني في الهزان، ما عجبنيش الصالون بلدي بزاف، بغيت شي حاجة بلدي وموديرن في نفس الوقت. طابي ما عجبانيش، لونها دغيا كتوسخ مع بنتي باقا صغيرة. عندي مشكل في الريدو ما كيبغيش يطلع ليا. عندي الإضاءة ناقصة، الصالون شوية كيجي باهت، الصباغه ما عجبانيش، كتطبع ولونها باهت، بغيت تكون فيها واحد ليكليراج. الصالون ريسبسيون كبير، راه الناس يلاه سكنوا ياك، داكشي علاش الحيوطه باقي نقيينها سلمى، ولكن هما نقيين حنا خصنا نزيدوا اللون، دونك غادي تكون لا بانتور الصباغه هذه. واحد دابا راه لونسيان تخما تعرفها كان واش من ستيل واش من هذا، داكوغ ماشي مشكل. ماشي تقاله سلمى، راه ما نعاودش ليك ما نستعملوهمش، ما نستعملوهمش اسماعيل، صافي، لان لو ستيل اللي بغينا لهاد ليسباس انا غينا باغي انا غينا باغي هذيك هذيك ديجا هاد سدادك. اوكي دونك اللي كاين دابا نقول حنايا الغايه هاد التواجد ديال دار وديكور هنايا هو نخلقوا لومبيونس، نحطوا ان ستيل داكور اي اون اوبتيميز ليسباس. دونك عندهم هاد لا ريسبسيون منها صالون فين يجلسوا ياكلوا يستقبلوا الناس ديالهم داكور. دونك انا حتى نشوف هذا صالون زوين يمشي صايك ضايق بسدادك كله كومبليتوم، لان عندهم غير هاد البلاصه هذيك كما شتيتي باش بقات هاد الدخله هادي هي نمشيو لها حنا على اون سالا مونجي، باسكو الغايه ديالها هي تكون اون سالا مونجي داكور. كنمكن نفكشرو معاو ثاني هنا بالحق، ما بغاو شاي وقال لك سلام مانجي الي امبورطون سلام مانجي فوالا سان اسباس امبورطون. دونك هادشي انا كيف تنشوفو بالنسبه للتشخيص ديال كل اسباس، ساشون كو خص يكون تناسق بين الصالون وهنايا غادي نلعبو سلام مانجي صالون حنا نلعبو في الصباغه بزاف، وغادي نزيدو لا توش بلاتر. دونك عندنا اون فريز هنايا غادي دوز داكور. دونك دايوغ ها هو انا جي سبيسيفي هنايا داكور، كاين اون بتيت فريز ديال 7 سنتيمتر حتى 10، مي فريمون تري تري سامبل داكور. لو رابيل ديالها غادي يكون هنايا با ان فريز، لو رابيل ديال البلاط غيكون هنايا افيك لي زانكادرومون، غادي يقبطوا من الفوق حتى للتحت باش نلعبوا على جوج اللوان داكور. غادي نشوف السوريز وفي البيج اي بيان سور لي سوسبونسون، لان ليكليراج ناقص بيان سور. بالنسبه للبلافون نلعبوا به كما بغينا، فوق البلافون يمكننا نزيدوا لي سبوت، يمكننا نخليو غير سوسبونسون برينسيبال. المهم حنا غادي نشوفوا على حسب، حيت ديجا اللون ماشي غامق دونك ليكليراج ما عندنا حتى فيه حتى شي مشكل. كي كنمشينا على الغموقيه بيان سور لا يفو اوبتيميزي ليكليراج داكور. الارض غازوينه لا نقيه الارض صافي اسماعيل اوكي. العمل غينطلق في الحين، وكيف العادة غنفرغوا المكان وغنشتغلوا على المشاكل التقنية اللي في الحيوط والضوء وغيرها. سما تيبان ليا الفيل كوندكتور هنايا ما غاديش يكون لون بلوس ما يكونش لون فورم فورم يكون ان فياج اوكي داكور ان فياج مي فريمون بيان ديفيني داكور تري فان شي فحال احنا وصلنا لهادي. كنت اما في هذا الفيل كوندكتور شتي كيفاش لا فاي بيان ديفيني تري جوليمون ديسينك شي مكسو ميم داك الشيء مدقوق. هو هذا؟ لا ماشي هو هذا، عندك تماك جاي سو فورم دو تابلو اجي نقول لك شوف اسماعيل هو داك. واش غنكونوا في الكحل اسلمى؟ لا ما نكونش في الكحل. الوغ انا شتي اكسبليك شتي دابا هذا الفياج هذا لو ديسان ماشي هكاك، غنمشيولو on va se baser dessus على لو بابي بان، حيت شنو كاين مزيج بين البابي بان والصباغه، والبابي بان غادي يمشي حتى هو في ان فياج دايوغ، ما تمشي اوتوماتيكمون تو فير لو ليان
داكوغ. بالنسبه للكحل يديرونش با باسكو حتى حنا في الاكسسوار ديالنا نمشيو في الفانكي ما نكونش في الكحل سينو غادي نكونوا دون ان اسبري مودرن. حنا ما بغيناش نكونوا دون ان اسبري مودرن. الي ماروكان مغربي حيت هذيك ديال المغرب ديال هذه قول فوالا خليط لي موتيف مغربيين. ما انا قلت لك داك الكحل لو فرونسي اي فا نو غيدي بالنسبه لا تيكستور ولا بالنسبه للون ديال الخشب اللي نكونوا فيه اون فاي دون دي فانكي داكوغ. حتى الطبله اللي غادي يصوب مهدي غادي يكون عاوتاني دون دو كولور ولا غنشوف هو كيسكي فا نو بروبوزي مي غادي يمشي على لو ستيل اللي حنا حطينا في هاد اللي غادي نحطو في هاد لومبيونس هادي فوالا داكوغ. هادشي اللي كاين تري بيان زوينه مزيونه فوالا اكزاكت اوكي. المشروع ديال هذا الاسبوع غادي نقسمو على جوج ديال الفضاءات. غادي يكون فضاء للصالون الرئيسي وغادي يكون فضاء خاص بالصاله مونجي وجينا باش ناخذوا الضوء ديالو. بالنسبه للصالون الرئيسي خدينا هاد التريه هادي اللي الشكل ديالها بلدي تقليدي. اما بالنسبه للصاله مونجي اجي نوريكم. خدينا هاد لا سسبونسيون هادي اللي الشكل ديالها لينير فيها واحد الباندا ديال ليد فاش كتشعل الضوء كيدخل في دوك لي كريستو اللي لاصقين فيها كيديفوزا في ديك القاعه في ديك الصاله. وحيت العائله عندها مشكل في تنظيف الرخام غادي نشوفوا الاقتراحات ديال سي بن جلون. دابا اسماعيل قلتي لي هاد السيده عندها رخام في الدار ياك واطي هاد لي برودوي هذا عندك واحد لاغام لارج هنا البرودوي سبيسيال رخام بور نيتواياج اونتروتيان ديال الرخام كيبان لي كاين بزاف واحد لاغام كثيره زعما شنو المميزات ديال هذا. دابا هاد لاغام كلها سي بور دوني واحد ليكلا ناتشورال ديال المارب رخام كيولي ماشي بغيون بزاف مي بغيون ناتشورال على حسب لا بغيونس ديالو دوريجين اوكي توتون نيتوايون ولا كانت شي غريس في الرخام في الدار ولا في البوسطه ولا شي حاجه كيحيدها. لا ديفيرونس بين هادو سي الكونسونتراسيون حيت دابا خصك هذا خصك تريسبكتي كونسونتراسيون. هذا مثلا اللي شاد في يدي باغ اكزومبل اي تري كونسونتري ان بوشون كافيف 4 لتر هذه هي لا دوز ديالو. اه وواحد اخر نقول لك دير هي ان بوشون لا دير ان بوشون في ان لتر مون كونسونتري الا زدنا في لا دوز حنايا زعما باش نزيدو لا بالعكس دير دي طاش هذاك يولي كونتر بيرفورمانس يولي عندك دي طاش في الدار. هي حاجه وحده الله يخليك الاستعمال ديالك يكون مع ان شيفون ولا دي سيربيير اديكو عندكم انتم هنا كاينين واخا بيان سور نشوفوهم يلا يلا. هذا هو اللي دويتي لي عليه سي هما لي زاكسيسوار اللي صالحين لهاد لي برودوي. حلو شي كارطون اجي نعس اون بو اون بو دونك هذا اش فيه كومبلي سي ان كيت كومبلي فيه هذا سي لا سابيير لو شيفون كاليتي كيمشي معاه واحد لا بار تيليسكوبيك ياك على حسب الظهر لا باش ما تحناش بزاف ما تحضرش بزاف هنا بو لي سوراج راه فيه واحد الميكانيزم ادابتي لي سوراج كيدور بوحدو ملي كتكبلو هادي ديالو كنعطيو معاها برودوي دي شونج لو سو المشكل ديال لو سو كبير كبير 14 متر 14 لتر دونك لو دوزاج بحال اللي هضرنا على الدوزاج اتونسيون الى غدا فلاكون واحد ديال 4 لتر دونك عمرك تقول هذا تي ويليت غادي دو بوشون وما كايناش عمر بزاف الماء فوالا هذا هو اللي كاين هذا هما لي برودوي اللي صالحين. جينا ناخذوا بعض الاكسسوارات اللي غادي نحطوا في الصالون. عندنا طابله وعندنا مرايه اش ديري معها شي بردس الماء هذا ود البرد بزاف يا الحمد لله بخير الحمد لله. هذا على كورون ديالكم هي دي الطبله كلها منقوشه بليد ماشي لازير بيان سور درت لها المجوره من هنا ومن هنا تري بيان داكوغ وكنأكد بليد حيت دابا كاين بزاف اللازير كلها بليد فوالا والخدمه بالليد راه صعيب كيشد الوقت كيشد الوقت ولكن كتجي حلوه ما خصناش نفرطوا في الخدمه ديال زمان خصنا الناس يخدموا. وعندكم اسيدي هاد المرايه حتى هي منقوشه باليد يلا بين نقيش داكشي سي تري ديسكري راه غدا معاه شتي اللون بنين في اللون مرايه بيزوتي خدمه تقونه فوالا داكوغ دونك هادي هي لا كوموند ديالكم صافي تجمع هادشي باش نديه توت سويت ميرسي هاد بليزير. كما سبق لي وقلت لكم بلالة الزربيه كتزيد الدفء وجماليه في المكان اللي كتحط فيه واليوم جينا باش ناخذوا جوج في لون واحد وحده غادي تكون في الصاله مونجي وحده في الصالون الرئيسي. فوالا سي اسماعيل ها هي لا كوموند خديت جوج في لون واحد وحده الصالون وحده الصاله مونجي فوالا انا عارف هذه فلورا عطيني على العبارات عاود قول لي العبارات هاد العبار جوج جوج ونص فوالا جوج جوج ونص. شوف دابا حنايا وحده غادي نديروها في الصالون الرئيسي وحده غادي نديروها في الصالون مونجي. الصالون مونجي يعني الطابله الماكله توسخ سهله توسخات لينا سهله دي البرودوي ديالها موجود وفي الاسبيراتور كدوز سهله صافي جمعهم لي باش ماشي مشكل سي سمعت
سبق لينا ودوزنا لا كوموند ديال بابي بان وجينا باش نديوه. دونك هذا أريفاج جديد ياك سي. ياه اختاريتو في هاد البابي بان هذا. ياه حبي شويه باش نشوف. غليظ هذا شويه. غليظ هذا لي بلو افي على البابي بان الاخرين. يعني شنو هو الفرق بيناتهم؟ في لاكاليتي هذا لي بلو لافابل كو الاخرين. وحتى الى غش بلاستيك تقدر تحيدو فاستيلمون على الاخرين. الاخرين شويه تياخذوا الوقت هذا سي فاسيل لاغاشي وتركبوا في ان اوتر ميو. وفي لابليكاسيون بحال الاخر نيت. بحال الاخر. سلام عليا. سلام اسماعيل. كي دايره لاباس عليك؟ لاباس عليك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله ميرسي. دونك جينا على قبل الكوموند ديالنا. وي اكزاكتومون. لو تيسو اللي اختارينا. سي هاد لو تيسو. يس. هو باش نشوفو مزيان الا عندك اكسبوزي يكون. وي اكزاكتومون. الوغ. C'est un tissu, alors c'est un patchwork, c'est plusieurs morceaux mm-hmm. qui ont différents motifs, mm-hmm. donc des fleurs, des cercles, des différentes compositions. C'est un jacquard. C'est du coton hein, C'est du coton et du polyester, c'est un mélange de tissu où on fait mitron slard. حنا بغينا 8 ديال المخاد يعني 5 4 ياك 8 ديال المخاد خيغسكم 4 متر 4 متر عندك هنا كل متر غيخرج لكم دو كوسان فوالا سي سوا عندك هنايا في ستوك ولا غيتعطى كاين اون ستوك لا كاين اون ستوك تري بيان دونك غادي تقطعي لي هذيك 4 متر اكزاكتومون ميرسي بوكو ما كاين مشكل جو بون بري بحري انا جبت لك الثوب كتيني غنقلب هو هذاك لا كولور مهم دابا هاد السطل هذا شريتيه بحال هكا واجد عطيناهم غير ريفيرونس ديالو وموجدوه لينا واخا واش عندهم شي غام كبيره ديال اللوانات هاد هذه بماشينه تانتي فيهم لي فينيل لاكي الديكوراتيف حتى هو راه كاين اسمعي ماشينه تانتي في شركه كاين في شركه ولكن هي حتى عند لي دروغي واخا هذا هو لافونتاج راه كاع لي دروغي راه موجود عندهم هاد لا ماشين تعطيه ريفيرونس ويعطيك ولكن راه قلت لك حتى لافونتاج هو البانتيغ ديكوراتيف حتى هو كاين واخا وريني لا غام ديال اللوانات اللي عندهم مشكل انا بغيت نعطيك واحد الكاتالوغ نخليه عندك وفيه دي بروبوزيسيون هاد اللون اللي خدمنا به مع الوان اللي كيجيو معاه بريفيرونس ماري شي لون بريفيرونس بكل شيء وكاينين دي كاين دي شومبر مصوبين فيني بالفراش باللوان ديالهم ها هما شفتيهم كاينين دي بروبوزيسيون ياك باش ما كاع الالوان اللي تقدر تماريهم مع الالوان دابا باش مزيان هذا الكتالوج كيسهل على الناس باش يعرفوا اش من لون يستعملوا في الصباغه اللي غادي يجي لهم مع الالوان واللون اللي يمشيو معاهم تخيل فين هو ديالنا اسماعيل هو هذاك يلا هكا الكتالوج العمل على الصباغه والحيوط مستمر بوضع الصباغه التزيينيه والبابي بان من بعد ما تم تحديد الالوان المطلوبه بدقه غادي تشوفوا معنا كيفاش مهدي غادي يصوب لينا اون طابلا مونجي مهدي كيفاش جاتك الفكره ديال اون طابلا مونجي اسماعيل على حساب لا فامي اللي عندنا هذه السيمانه هذه خصهم اون طابل باش ياكلوا دونك جات لا بروبوزيسيون باش نصوبوا اون طابل تري تري بيان كوم الخشب تري سامبل يكون فيها تقريبا شي متر و 60 ديال الطول سور 80 سنتيمتر دو لارج دي بيي زوينين نصوبوهم اي اوكي دونك غادي نبداو المرحله غادي نستفوهم بحال هكا وغادي ندورو عليهم بواحد الكادر ديال الخشب باش نفيكسيوهم ولكن بين وحده وحده ما غاديش دير شي حاجه غنديروا لا كول ونديروا واحد دو ترافيرس منه باش يشدو ويحكمو مزيان سمعنا حنا لصقنا كاع الخشبات درت لهم لا كول دابا خصهم شويه لابريس عاد نسخوا لك الخشبات عاد تشد معايا هاد السنطه هادي غير بين ما نشفو غير باش يشبقوا شادين العبر هادو راه كيصلحوا حتى لي بلونج ديال السيرك كيحطوهم فوق الطوموبيل تيديروهم هادو سي دي سونغ دير بهم اي حاجه تبغيت من بعد ما درنا لا كول على الخشبه اللي غادي تخلينا الخشبه مرون فورسين غنفيكسيو نقلبوها فوالا باش نفيكسيو ولكن غادي نزيدو لي فيس ياك لا بيان سور لي فيس هما اللي غيشدو غير خصنا نحاولوا اننا العبار اللي كاين تما نخليو حتى هنا ياك اكزاكتومون سمعت صافي مهدي قطعنا الكادر ديالنا قطعنا الكادر ديالنا فوالا درنا كوتي بيزوتي We'll be right back.
وي اسمعي دابا صافي سالينا الكادر وصلنا للمرحله غادي نقولوا ما قبل الاخيره اللي هي الفيكساسيون ديال الرجلين ديال الطالب. بقات فيكساسيون بقات الحكان فوالا والزيرا والفيرن تري تري واخا نقدروا نشوفوا الرجلين ديال الطابلة الله يخليك. الرجلين هما هادو نقدروا نقولوا انك انت قطعتهم بهاد لافون قطعتهم هكا نقدروا نختاروا اي شكل بغينا ديرهم دغوا ديرهم كاري ديرهم غون ديرهم كيما بغيتي. دابا اللي بغيت نعرف كيفاش غادي تحطهم حتى هنايا حيت كاين ديفيرونت سورت كيفاش زعما نقدروا نحطهم بحال هكا كومبيي ولا هكا شوف انت كيبان لك انا على حساب لافورم ديال الرجل غيجيو بحال كومبيي من بعد كيبقى لك انت انت والله ما نخسر لك اسمعي باسكو اون لي ميتر اون بي كوم سا سي راه شتي راه ديجا ترصيت هادو مالي شوي دونك ان بو دو كول و اي سافا رونتري ولكن خصنا نتراسيو بعد الرجل هي الاولى واخا هكا قلنا سمعني اييه تو سيغ هكا قبلتي ان زعما الراي ديالي العملية غديرها رجلين اللي بغاك لا ميم شوز نديرهم كلهم بي بحال هكا وجوج تقابي وفيسات دونك اش بقى لينا مهدي الحكان بقى الحكان باقي فيها الحكان بزاف لاتانت والفيرني والفيرني سيغ تنسالي رجلين عاد ندير هادشي كله اوكي حنا غادي نشوفوا النتيجة النهائية عند العائلة يلا تبارك الله عليك ميرسي الأشغال في الفضاء مازال مستمرة وقربت من نهايتها وما بقى إلا بعض اللمسات ويبدأ استقبال الأتات. ضيف هذه الحلقة هو الفنان التشكيلي الشاب خالد بوهالي اللي اختار نوع متميز من الفن جعل كل واحد كيشوف أعماله كيحس بالمجهود والتميز اللي كيحرص عليه. الستيل اللي متبعه في المجال الفن التشكيلي هو الانطباعيه في البدايه ديالي الان في ربع سنين الاخيره انتقلت للرسم الاستعراضي كعفوني بكاع المغاربه الان تركزت على المجال ديال لي بورتري وحاولت نبدع فيها بتقنيات مختلفه غندوي لكم قطع على الرسم الاستعراضي بحكم انه هو باش تعرفوني الناس بزاف الرسم الاستعراضي هو واحد الستيل اللي بدا مؤخرا نقدر نقولوا حديث نسبيا في خمسينيات القرن الماضي دونك انا حاولت انني نبدع فيه كشخص كفنان مغربي ونحاول نطلع النيفو ديالي انني نكون في مستوى الفنان العالميين الرسم الاستعراضي تعتمد اساسا على انك تكون دير واحد الشو في مده قصيره في 10 مينيت الاكثر ويكون فيه مجموعه ديال الفنون التوليفيه بحال الموسيقى بحال لادونس بحال مؤثرات صوتيه بحال سينوغرافيا حاولت نبدع في مجال الرسم الاستعراضي ونكون متجدد بحكم ان هذا الفن خصك تجدد به باش تبقى متواصل في هذا المجال هذا اي تقنيه كتستغرق ليا مده باش نكتشفها ونخرجها مثلا بحال رسم بالمسامر بحال بالملحه بحال بزاف ديال لي تكنيك اللي كنستغرق واحد المده باش انني نكتشف التقنيه ونطبقها ونخرجها بواحد البريزونطاسيون مزيانه للناس كاين التقنيه ديال 3D ديال لوحات بشكل ثلاثي الابعاد خليت على المدرسه اللي تعلمت عن الاب ديالي ودخلت لمدرسه الرسم الاستعراضي كان الهدف ديالي انني نعطي واحد اللمسه اللي كتواكب التطور اللي كنشوفوا دابا في السوشيال ميديا وفي الاعلام وهذا باش تكون انا مواكب هذا التطور هذا دونك خدمت برسم استعراضي وحتى باش نوصل واحد الرساله جماليه للناس تكون واحد الرساله جماليه واحد الثقافه فنيه نخلقها وسط المجتمع وكنظن في هذه الربع سنين توفقت نسبيا انني نخلق هاد الثقافه هذه والناس ولا عندهم هاد الفن ولا عنده قاعده جماهيريه حتى هي بحال كاع الفنون سور ميزور مع سلمى الاسبوع توصلنا بالسؤال ديال زينة من مدينة فاس تتقول لك بالنسبة لشامبغ كوشي جديدة ديالها دونك زينة اللي كانت في بيت واحد مع اختها الصغيرة دق عليهم البيت دابا اللي كاين هو والديها بغاو يعطيو لها سيجور يعطيو لها كشامبغ كوشي دونك بالنسبة لان شامبغ كوشي دادوليسونت محتي عندها 14 عام السؤال ديالها هو كيفاش ممكن لها كما ال بو اجونسي كيفاش ممكن لها تشخص البيت ديالها وكما ال بو اوبتيميزي هاد لي سباس اللي كاين لسباس
لي ميزور ديالو مزيانين بالحق. هو ماشي شي شويه الاركيتكتور ديالو اي لي سبيسيال دونك ماشي على جوج ديال قولوا جوج ديال لي سوبرفيسي شي داخل في شي كولوار بلس واحد لو كاري اللي عاطي هو اللي فيه السقجم وهذا السقجم عاطي على ان اسباس فير. دونك كومون ايل بو اوبتيميزي وكيفاش يمكن لها تستغل كل متر كاري بالنسبه لهاد هاد بيت الناس. اول حاجه تنشوفوا بان ان شامبر دادو خصها اللوازم ديالها لي اساسيين. عندك لسباس بيرو دونك ترافاي وعندك لسباس بيان سور كونفور اللي هو الفراش وبيان سور اللي بغات بتيت بوز ليكتور خصها يكون عندها امتي سالون ا كوتي. غنخلقو كامل هاد لو سالون واخا لا سوبرفيسي صغيره. كيفاش؟ دونك بالنسبه لو كولوار غادي نجيو اون فا سيباري لو كوتي بيرو لو كوتي كونفور اون ايتاجير لان خصنا نعرفوا بان لي زيليمون اللي هما مهمين في اون شامبر هادو هما لي ايتاجير هما لي رانجمون الكتوبه ولي رانجمون بالنسبه لان ادوليسانت الحويجات ديالها الاساسيين اللوازم ديالها الاساسيين. دونك غادي نجيو نحطو اون ايتاجير افيك بلان دو رانجمون كي سرا اوفير دونك يكون ما يكونش البلاكارات يكون بلوتو محلول تحت فيهم الكتيبه ديالها بالنسبه لو كوتي بيرو. وبالنسبه لو كوتي لي غادي يكون فحال اون تيت دو لي لي غادي تصلح لها بيان سور يمكن لها تشدها يمكن لها بار دوسو تحط عليها اون بيرسوناليزاسيون بالنسبه لا تيت دو لي محيط الفراش يكون تماك. دونك انا كشغل ليسباس بيرو هاد ليسباس بيرو نعطيو واحد الشخصيه ديالو غادي يكون واحد لو بيرو افيك بيان سور دي رانجمون لتحت وغادي تكون اون كولور غادي نشوف اون كولور فاتحه باغ كونت بالنسبه لهاد لي دو زيسباس. دونك ليسباس بيرو وليسباس كونفور ديال فين يكون الفراش غنمشيو بنفس اللون غادي نشوف دي كولور نوتر لان خصنا نعرفوا بان بالنسبه لون ادوليسونت تكون عاد خرجات واحد ليسباس اللي هو مشخص بالنسبه لون تيت في وخصها تدخل لان اسباس بلوتو زان اللي غادي يواجب مع الوقت على بزاف ديال التشخيصات اللي يمكن هي من بعد ديرون فيه. دونك اللي تنقتاكرو هو غادي نمشيو فحال اللي قلت في اون كولور تري نوتر. اللي غادي نديرو باغ كونت هو بحيت لي توندونس ديال هاد الوقت تيمشيو في اون بيرسوناليزاسيون ديال السقف غادي نجمعو هاد لي دوز اسباس باغ ان بابيي بان اللي غادي ياخد يمشي على الفراش وغادي ينزل على لو كوتي بيرو باش نجمعو هاد لي دوز اسباس. بالنسبه ليكليراج باش نعطي واحد الحله لو كوتي كونفور لو كوتي فراش غادي نمشيو في دو سوسبونسون دو باري دوطر باش بوغ اكليري هاد لا بارتي ديال الفراش ساشون كو بيان سور في لو كوتي بيرو درنا واحد ليكليراج تاع لي سبوت وحطينا اون لامب سور بيي باش زينا في الخدمه ديالها بالليل ولا بالنهار يمكن لها تستغل ا ماكسيموم هاد لو كوتي بيرو. بيان سور بالنسبه لو كوتي بانشي لهاد ليسباس غادي نمشيو في لا كولور فيغ ايمرود لان هي تطلب تقول لك بغيت نزيد اون توش فيغ ايمرود فين كلي نزيدها. دونك مشينا على ليسباس كلو نوت غادي نزيدو هاد لو فيغ ايمرود بالنسبه لاكسيسوار دونك لي كوسان وبالنسبه لان جولي تابي كي فايت مي او سول ساشون كو في مدينة فاس يكون البارد قاصح شي شوية ولا في الصيف تيكون شي شوية قاصح دونك داك لو بارك اللي غادي يكون في الأرض غادي يخلي لنا واحد لومبيونس دافئة لا في البرد ولا في الشتاء. هكذا نكونوا سالينا مع الدوسي ديال زينة وتنتم اللي كان عندكم شي سؤال تساؤلات بالنسبة لزيسباس ديالكم أميناجمون أميبلومون ديكوراسيون هوم ستيجينغ غلوكينغ صيفطونا وحنايا هنايا باش نجاوبكم عليها. سير مزور مع سلمى. الأشغال في الفضاء انتهت، الأداة وصل وكل حاجة بدات كتاخد مكانها في الصالون بشكله الجديد. اللمسة الإلكترونية ديال هذا الأسبوع هي هذا البراسلي الذكي. ضروري ما يكون عندك المودم باش تاخد كونيكسيون انترنت باغ واي فيه تيليشارجي لابليكاسيون ديالو في التليفون ديالك. المميزات ديال هذا البراسلي إلا كنتي كدير جوغينغ كيحسب لك شحال ديال الخطاوي درتي، شحال ديال الكيلومتر ضربتي، شحال السرعه اللي كنتي غادي بها، وبطبيعه الحال شحال ديال لي كالوري حركتي. كيحسب لك حتى دقات القلب وبواحد الحركه اللي هي سهله الا كان مضر لك تليفون كتلقاه. راه هو سلمى الفكره ديال لا فريز بالقبس اللي فرقات ما بين البابي بان اللي الفوق ولا بانتور ديكوراتيف اللي تحت كانت فكره مزيانه. يعني كيبان لك غير بدي ماتيريو اي ماتيريال تقدر تخدمو في لا ديكوراسيون ديالك. جا ريزون اسماعيل راه دي فوا تزيد غير استوس جديده على الفكره الاولانيه وتتبدل كل شيء. دونك حنايا مولفين تلبسوا الخيوط
ان بلاط دو بلاط ديكوراتيف ولا بالفكشي ولا بالبابي بان بقات كيفاش كل ماكا تنحطوه وباش نمزجوه دونك هنايا مشينا في المزيج ديال الصباغه وديال البابي بان وفكرنا بهاد لافريز هادي دونك فينالمون لو روندو اي جولي و وممكن له يشخصنا هاد ليسباس بارابور ا دوتغ ليسباس tu vois donc voilà مشات الفكره من هاد الشيء من هاد لافريز اللي جات قطعات الصالون المغربي و لو رافيل ديالو كان داك لي كادر اللي حطناهم في لا سالا مانشي باش يكون ان راكور بين لي دو بيان سور ساشون كو لي كادر كانت فكره عاوتاني باش بالنسبه لي تابلو اللي جينا وحطناهم فعاود ان تابلو ما تدوز عليه ان كادر كلاسيك حنا سي كوا لانكادرمون ديال هاد لي تابلو هو لو بلاتر ديكوراتيف بيان سور بالمزيج ديال هاد جوج الالوان اللي درنا هنايا داكور المشاهدين دايور غيشوفوها توتالوغ في لا ريفيلاسيون حاجه واحده اخرى بالنسبه لهاد لو كوبل عرفنا لي بوزوان ديالهم دونك الاحتياجات ديالهم دونك المنطلق كان من هاد القضيه هادي داكور كان خصهم جلسه مغربيه ولا جلسه الصالون افيك اون سالا مونج فين ياكلوا فوالا اكزاكتومون دونك كان خصنا وعندهم غير هاد ليسباس هذا دونك كان خصنا نخلقوا واحد ليسباس اللي غادي تبارك الله اللي غيتقبلهم هما ديجا بجوج ان طونك كوبل ولا العائله ديالهم لان تبارك الله تجي عندهم العائله بزاف حاجه ثانيه بالنسبه للصالون ما مشيناش في ان صالون كلاسيك كان كنا نشوف ان صالون كلاسيك عطينا المشاهدين فكره ديال بالنسبه للصالون كله يتفق على جوج بواحد الطبيله اللي زنا بين جوج ديال التفريشات داكوغ اللي مكلهم يستعملوها فاطمه نحطو دي تابل دو سندري هذيك الطبله الى انكيز دو تابل دو سندري داكوغ دونك باش يكون عندنا ان روندو فينال اللي هو دو كونتمبورين اللي تجاوب على اون ماجوريتي دو فوالا دونك هادشي اللي كاين لا كولور تاعي عطات مزيان عطات شعلات قول انا اللي كيعجبني هو اننا كنديروا جوج ديال الفضاءات وكل واحد كنشخصوا بلون ولكن كنديروا الرابيل هنا ديال هذا والرابيل الاخر ديال هنا اكزاكتومون وفكرتيني في حاجه هو داك لا كولور فانغ اللي مشينا لها على لا طابل سنترال عاودها مهدي وي في لا طابل مانجي دونك ما مشيناش في اون كولور كلير كان خص يكون عندنا واحد التجاوب بين ليسباس الداخلاني وليسباس تاع سالا مانجي فوالا هنا نجيبوا العائله تمام فوكس نفس الصحه شوفوا دابا رد فعل العائله تفضلوا تبارك الله واو هاد الشغل زاهر الله يعطيكم الصحة تبارك الله عليكم الله. أنا بغيت نقول واحد الكلمة قبل ما تكملوا الهضرة ديالكم على حساب اللون اللي عندنا في الصالون الاختيار ديال اللون الجلابة بحال قرينا في الأفكار الصراحة فكرت قلت أصلا اللون المفضل هو هذا اللون غزال تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم هاد الشغل زاهر دونك هذا فضاء ديال صالة مونجي هنا فين غادي نتغلو تحت الوجه غادي نقولكم زهر شو الحيط تبارك الله عليك ما الحيط قلت لي الحيط عجبني هاد لي تابلو غزال تبارك الله عليكم صراحة حيت نفكر ما وصلتش لهاد شكون كتشوفو تما بزاف في الحيط تغيير جذري الصراحه كان بلدي كان دابا ولا مودرن غزال تبارك الله عليكم درنا المزيج ما بين الصباغه والبابي بان تبارك الله عليكم التمريه جات زوينه جنايه مع الديكور تبارك الله اللون غزال طابي كل شيء غزال تبارك الله عليكم طابي راه كينقص من البرد عندكم هذه البلاصه قريبه للبحر كاين البرد طاب الله تبارك الله العود طبيعي زوين طبيعي مصوبين احنا بهذا الشكل المتميز اكتشفت العائلة صالونها من بعد تدخل فريق دار وديكور حيث أن الألوان اللي تم اعتمادها توالمات مع ذوق السيدة حياة اللي وضعت ثقتها في البرنامج
واللمسات الاحترافيه في كل التفاصيل اللي تم الاشتغال عليها عطات نتيجتها وخلقت جو من الراحه والالفه والطاقه الايجابيه في الفضاء. تعكست ابتسامه على وجوه العائله كلها. بنت ليا صوفيا كي جاك هادشي مصدومه زوين كنشكركم بزاف الصراحه حققت داكشي اللي بغيت وفضل الله وفضلكم ريونيو تكنيك يلا سطون عطيك كدرا عاد غطي C'est toi qui me chauffe à terre.